تبطل، حسيت خلاص انا كده مسؤول. ما عادش في فرحة يعني. مين حقك عليا؟ كملي قولي كل اللي جواكي. بس هو نزله من غير ما يستأذن حد، يعني خلافات بسيطة. ايوه خلافات هبلة، يعني هو بتاع الكوافير اساسا ما كانش ليه ينزل كده اساسا. طب ربنا ومصحف ربنا ده ومصحف ربنا ده ومصحف ربنا ده، لو بقول اي كلمة كذب في اللي انا بقوله يقعد في صحتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، اتكلمنا عنه في حلقه قبل كده. الموضوع ده الكل بيتكلم عنه على السوشيال ميديا، موضوع العروسه المغصوبه. وايه حقيقه الموضوع؟ هل فعلا العروسه دي كانت مغصوبه على الجوازه ومش عايزه عريسها؟ ايه الحكايه بالظبط؟ كلنا طبعا شفنا قبل كده العروسه دي لما خرجت بعد الفرح وبعد الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا وحاولت تنفي موضوع انها مغصوبه على عريسها. النهاردة معانا مفاجأة من العيار التقيل والحقيقة كاملة. ايه حقيقة غصب العروسة على الجوازة دي؟ هل فعلا مغصوبة ولا لأ؟ ولما خرجت في فيديو بتنفي ان هي مغصوبة على الجوازة على السوشيال ميديا بعد الفيديو الاولاني المنتشر ليها في الكوافير، كانت بتكذب على الناس ولا لأ؟ يا ترى اهلها عملوا معاها ايه؟ وعمل معاها ايه عرسها؟ النهاردة حصري هنقول لكم الحقيقة كاملة، تابعونا بعد الفاصل. اضغطوا لايك دلوقتي للحلقة ونرجع لكم مرة تاني. دي مغصوبة؟ هي دي مغصوبة على الجوازة. عايزين ترد على الكلام اللي ما بيتقالش. اسعد واحدة؟ طب انت مالك طيب؟ بتحب محمد ولا لا؟ شفنا مع بعض دلوقتي جزء من الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا وتسبب ان العروسة دي نسمة يتقال عليها انها العروسة المغصوبة. هل يا ترى بقى فعلا اهلها غصبوها على الجوازة ولا لا؟ هل الكلام اللي قالته بعد كده لما خرجت وقالت انها كانت زعلانة علشان العريس ما لبسش بدلة وما جابش بوكيه الورد، هل اتغصبت نسمة للمرة التانية انها تقول الكلام اللي قالته في الفيديو التاني؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. لكل طبعا اللي تابع الفيديو الاول هيفهم ان كل الكلام اللي قالته نسمة كان كلام كذب وانها فعلا مغصوبة على الجوازة، وده زي ما قلتلكم في فيديو فات ما كانتش ملتفتة خالص للعريس لما دخل ليها الكوافير، وكمان لما التفتت له بعد كده وجي جنبها وبيكلمها ما كانش فيه مفاجأة ان هو مش لابس البدل ولا كمان مفاجأة لموضوع بوكيه الورد، لكن هي بتسحب ايديها منه ومش طايقة تكلمه والكل حس دوت. خرجت نسمة بعد كده علينا هي والدتها وقعدت تقول ان هي بتحبه وانها مش مغصوبة على الجوازة وان اهلها ما عملوش اي حاجة، لكن الحقيقة كان في حد بيمليها الكلام وبيوشوشها، وسمعنا الكلام ده في الفيديو اللي فات. هنسمع بس جزء منه وارجع اقول لكم الحقيقة. ليها لخطيبك ما تزعجش. يعني تزعلش مني وحقك عليا. كملي قولي كل اللي جواكي. عايزينك يعني تقولي له كل اللي جواكي وكل اللي حابه تقوليه. وطول ما احنا في ايدين بعض مش هنسيب بعض. على اي كلام يتقال؟ كلمه مش عارف اللي حصل، ولا بحبها ولا مش بحبها، مش وهي لو مغصوبه مش جايه معاها كوافير وتحجز معايا وتقولي ده انا عايزه ده وعايزه ده. والنبي يا محمد طب هات لي حاجه، يعني انا لو حالتي الماديه معدوله وانا بتفشخر على السوشيال ميديا والكلام ديت والقرارات ده هجيب دبله ب 40 جنيه. سمعت كلاكيت تاني مره بيملوها الكلام علشان يبرقوا نفسهم، لكن معانا النهارده العم صبري او الكوافير اللي عملت عنده العروسه مكياج، خرج عن صمته وقال الحقيقه كامله. وهحكي لكم الموضوع كده بالتفصيل، لكن بعد كده هنسمع من العم صبري نفسه. الموضوع ان نسمة راحت هي وبنت عمتها والعريس علشان تعمل شعرها في يوم فرحها او يوم يعني خطوبتها. العم صبري سألها تحبي تعملي ايه في شعرك، فما ردتش عليه. العريس هنا قال شوفوا هي عايزة تعمل ايه، بنت عمتها بقى تبرعت وقالت اعمل لها كذا وكذا وكذا، وبدأ العم صبري يشوف شغله وسمع كلام كده. كانت قاعدة بتقول العروسة انها مغصوبة على الجوازة وانها مش عايزة العريس، وطبعا ده مع اللي حاضرين معها مع قرايبها، يعني منهم كان بنت عمتها. عم صبري بقى لما العريس جه واخذ عروسته واللي اسمه محمد فايز طلب منه ان هو ينزل الفيديو على السوشيال ميديا، فمحمد وافق والموضوع نزل عادي جدا وهو ده الفيديو اللي انتشر. المهم تاني يوم الناس نامت وصحيت لقت الموضوع ده وبقت، والعريس اتصل بعم صبري وقال له انا كده اتفضحت، الناس عرفت ان نسمة مش قابلاني ومش عايزه تتجوزني، اعمل ايه دلوقتي؟ واهل العروسه كلهم راحوا الكوافير، راحوا لعم صبري وعنده فيديو بالكلام ده.
المهم اتفقوا مع بعض ان هم يطلعوا كدبة كده بسيطة، وهي ان العروسة ما كانتش مغصوبة ولا حاجة عن الجوازة، ولكن العروسة كانت زعلانة علشان موضوع بوكيه الورد وموضوع البدلة، يعني تأليفة كده يطلعوا بيها للناس علشان الناس تسكت وما يقولوش ان نسمة مغصوبة بالعافية على الجوازة دي. المهم الموضوع بعد كده تحول ترند، العريس بقى هنا غير موقفه واتصل بعم صبري وكان فرحان جدا وقال له انا من ايدك دي لايدك دي. الناس بقى حبايب العريس واصحابه قالوا له انت هتكسب كتير من موضوع الترند ده، سيبك من عم صبري. وهنا بقى موقف محمد العريس اتغير خالص ناحيه عم صبري، واتقال ان هو السبب وانه نزل الفيديو ده غصب عن محمد، غصب عن العريس يعني. المهم حطوا الموضوع كله عند الكوافير عند عم صبري واصبح هو المدان، علشان كده خرج معانا النهارده العم صبري او الكوافير هيقول لنا على الحقيقه كامله. طب ما تيجوا نسمع مع بعض ونشوف وبعدين نرجع نتكلم. ايه بنت عمتها اللي نطقت؟ عاوز لها تسريحه كده، عاوز لها مش عارف ايه، وعاوزين وعاوزين وعاوزين. تمام؟ طب انا هاخد قد كده، ادوني قد كده. يعني ما فاصلش. ده العريس. تمام؟ خدت اللي انا عاوزه وعملت لهم الوصل بتاعه ومشي. تمام؟ طبعا لما مشوا جت العروسه اليوم بتاعها اللي هو يوم الخطوبه بتاعتها. تمام؟ العروسه جايه برده في شكل حزين وجايه شكلها برده ايه يعني ايه؟ زعلانه جدا، بس ليه؟ الله اعلم، ما نعرفوش. تمام؟ فطبعا مع بقى الفضفضه مع اللي قاعدين سمعنا ان هي بتقول هي مش عاوزه العريس، وهم غاصبين عليها وهم بتضربها والكلام ده. طبعا الكلام ده انا اول مره اقوله، انت عارفين انا بقوله ليه؟ انا بقوله ما غيرتش كلامي. انا طبعا لما حصل الكلام ده وخد الترند ونزل، امها وعيلتها ودنيتهم كلهم جولي هنا، وممكن اوريكم فيديو، الفيديو معايا على التليفون وهم كلهم قاعدين معايا هنا. ينفع اللي حصل؟ قلت لهم يا جماعه اللي حصل ايه؟ هو خطيب بنتكم اللي هننزل، وخطيب بنتكم اللي هنصور. فانا اصلا نزلته وصورنا بناء عن كلامه. قالوا طب يعني ينفع؟ قلت لهم هو بنتكم كانت بحاجه مقله، بنتكم عروسه عادي بس مبوزه. طب احنا ممكن نحل الموضوع ده، طب نحلوه ازاي؟ انا واهلها قاعدين بنتكلموا مع بعض، طب نحلوه ازاي؟ قلنا نقوله هي زعلت عشان العريس داخل من غير بوكي ورد ومن غير بدله. واحنا كلامنا كله كان كده، هو كان كلامه فيه تناقض كتير، بس انا كنا ايه ماسكين على كده على اساس الناس تعلق شماعتها ايه على البوكيه الورد وعلى البدله، والموضوع يبقى خلص وخلاص، ملوش بقى عاوزه ومش عاوزه ونحكوا الموضوع. تمام؟ قالوا يا عم صبري طب اقول لك على حاجه، احنا ولا عاوزين اذاعه ولا تلفزيون، واللي يجي لنا بلدنا هنعمله ونخلوا فيه، ومش عارف احنا هنجيبه لك العروسه هنا والعريس، وقول لك الكلمتين دول وانت نزلهم عندك ايه على الكلام بتاعك. قلت لهم انا عندي نطاق مش واسع قوي، انما احنا عاوزين اللي نزله خد النطاق واسع من الاذاعه ومن الناس الجرايد والكلام ده والصحافه، هم نفس الكلام الناس دي برضه عادي هيستضيفونا ونقول نفس الكلام دوت. ويا جماعه والله ما فيها حاجه، احنا كلنا هنقول نفس الكلام ده ماشي. فالمهم ان انا لقينا يعني انت شايف، قلت لهم اه والله العظيم وما فيها اي حاجه وخلاص، ودي بيتي يا جماعه، وانا زي ما منزل بنتكم انا منزل اسماء صبري فرحها واقفه نفس الوقفه، منزل اسراء بنتي، ايه منزل بنت اختي ابن اخويا، يعني مش هقول لك ناس غريبه جايه عادي عادي مكانه بقى، بطلع بعرض فيه شغلي وكله بيبقى عارف، ما بعرضش حد من غير شغلي. حتى اخشوا على الصفحه بتاعتي، كان عندي عروسه امبارح في قاعه في اسكندريه، طبعا الكلام ده علمنا الادب طبعا، عشان في بيقول اه ويرجع يقول لا، قلنا للعريس يا عريس ايه رايك وبتاع ان ننزل؟ قال لي نزل، ننزل؟ قال نزل. صورت صوره نزلتها، يعني ما بنعملش لحد غصب عنه، لان ما ينفعش انزل حد من غير ما يقول لي، ما ينفعش. تمام؟ فطبعا لما حصل الكلام دوت واحنا قلنا الكلام دوت وحصل بقى ايه، هم مشيت ام العروسه واختها واهلها والكلام دول مشوا من هنا. تاني يوم على طول كان بقى الدنيا ايه وسعت في الكلام ده، الولد ما كنتش كلمته العريس، اتصلت عليه ايه يا محمد ده انت خدت الترند؟ قال له اه يا عم صبري الناس بيقولوا فرحان قوي. طب انت يا محمد؟ قال لي انا من ايدك دي لايدك دي يا عم صبري، من ايدك دي لايدك دي. قلت له يعني انت ايه؟ طب ما تجيلي. قال لي شوفني في اي وقت انا تحت امرك. رحت حتى ضحك معاه، قلت له بس الترند بالنص يعني اللي يجي لك بالنص ولا ايه؟ قال لي اللي انت عاوزه. فطبعا انا لما قلت له خلاص يا محمد لما يجي لي حد انا عرنا عليه. فجاء واحد من صحابه فاهم بقى التيك توك والترند والدنيا ماشي؟ الكلام ده معايا صوت وصوره اللي انا بقوله ده. من صحابه لما قالوا له لا سيبك بقى من عمك صبري، ده عمك صبري عندك يستغلك وهيبقى الكلام كله عنده وانت الترند بتاعك هو اي كلام، تعالى احنا بقى نعمل لك صفحه. عملوا له صفحه ونزل بقى والدنيا هاصف ومش عارف ايه والكلام ده. وببص تاني يوم لقيت الصحابه كلها عنده، ده قالوا مخصوص ده صورني من غير ما الكلام اتقلب خالص، لقيته بيقول ده مصورني غصب عني وحزب الله من الوكيل. ده ما حصلش والله. بص اقول لحضرتك على حاجه تاني، مش ده كتاب ربنا يا جماعه؟ ده كتاب ربنا.
ومصحف ربنا ده ومصحف ربنا ده ومصحف ربنا ده لو بقول اي كلمة كذب في اللي انا بقوله يقعد في صحتي وفي زوجتي وفي اولادي وفي عملي وربنا يوقف حالي. لو انا بقول اي كلمة غلط، الغلط اللي فات عشان كنت بسطر مش عاوز الموضوع يكبر، بس انا سطر وهو كل يوم يطلع على حاجة يعني شكله مش فيها. اتفقوا مع حضرتك ده انا نقول كده تقول الفستان لا البدلة هي زعلانة عشان البدلة وبكل ورد البدلة والورد طب وانا حضرتك على حاجة معلش يعني هو عيلة العروسة هيجوله هنا ليه وانا فتح كافيه معايا تصوير هم كلهم قاعدين هنا وبنتكلموا في الموضوع ماشي وهو الموضوع كده هو الموضوع كده فاهماني خش اقعد خش اقعد فهو الموضوع كده فيا جماعة والله والله اللي بحلف على المصحف ده هي دي الحقيقة انما انا قلت بوكو ورد وقلت الكلام ده وقلت الحاجات دي كلها انا بقولها كده دلوقتي عشان خاطر انا بقف جنبهم بس طبعا لما هم قالوا عليا كده ما ينفعش ان انا نصهم. وبعد ما سمعنا الحقيقة كاملة من عم صبري أظن الكلام دلوقتي بقى بشكل منطقي جدا. وطبعا سمعنا برضو العروسة وشفنا ازاي كانوا بيوشوشوها ويملوها تقول ايه وانها مش مغصوبة على الجوازة. الحقيقة الموضوع كله ان العروسة فعلا مغصوبة على الجوازة دي وان في اهل كتير ممكن يغصبوا بناتهم على ان هم يتجوزوا حد هم مش عايزينه. وعايز اقول للأهل حرام عليكم لانها مش اكله هتاكلها وخلاص ده عشره عم وما كانتش موافقه عن العريس هتتعب جدا معاه انتوا كده بتقضوا على بنتكم بشكل غير مباشر ومش هي بس كمان على اولادها لان هي هتكون مش حابه باباهم وهيكون في مشاكل كتيره ما بينهم وبنسبه 99% الجوازه دي هتفشل علشان كده عايزه اوجه رساله مهمه للاهل حرام عليكم اهم شيء وشروط الجواز علشان يكون ناجح القبول والعروسة ما عندهاش قبول يعني الجوازة دي هتكون بطلة مش هتكون صحيحة علشان العروسة من جواها مش عايزة العريس. أحب كمان أوجه كلمة للعريس نقطتين مهمين جدا لازم يعرفهم ما ينفعش كراجل تاخد واحدة مش عاوزاك لأنها مش هتدي لك أي شيء أنت عايزه هتكون جسد بلا روح ده أولا. الشيء التاني لما حضرتك مش قادر تجيب الدبلة وجايب دبلة زي ما بتقول ب40 جنيه ومش قادر تجيب البدلة زي ما قلت ازاي هتقدر بقى تفتح بيت وازاي هتواجه اعباء الاسره والمسؤوليات اللي هتكون عليك حرام عليك حرام تفتح بيت وانت مش قادر تفتحه اصلا الراجل ما يبقاش راجل غير لما يكون يقدر يصرف على بيته وانا بتكلم هنا موضوع المصاريف يكون في المتوسط يعني مش بنغالي في المصاريف ولا النفقات لا احنا بنقول سبل الحياه العاديه الاحتياجات الاساسيه ماكل ملبس مشرب تعب تروح للدكتور يعني الحاجات الأساسية في حدود المعقول لازم الواحد الأول قبل ما يقدم على خطوة زي دي يكون قدها. لحد هنا النهاردة بقى هننهي حلقتنا واستنى زي ما بقول لكم كل مرة أسمع آراءكم من خلال التعليقات كومنت بقى دلوقتي لذيذ تعبروا من خلاله عن آراءكم بشكركم بقى دلوقتي وهسيبكم في رعاية الله وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي.